والاسعار وبالوحده والتضامن واللي بغى يلاقي يكون يكون وبالوحده والتضامن واللي بغى يلاقي يكون يكون. هذه الوقفه جت تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للجامعه الوطنيه لموظفي الجامعه الترابيه والتدريب المفوض من اجل التنظيم اضراب 3 ايام 26 27 28 جنبير مسحوب بوقفات احتجاجيه على مستوى الولايات والاقاليم. فالاخوان كنشكروا بعد اولا الاخوان ديال المناضلات ومناضلي جهه ضرب الساط اللي لبوا الدعوه وحضروا لهذه الوقفه التنظيميه اللي ناجحه بكل جميع المقاييس، وذلك من اجل فتح حوار جدي ومسؤول ومن اجل استجابه حقيقيه لمطالب وطموحات شغيله الجماعه الترابيه وعلى راسها المذكره المطلبيه الموضوعه رهنا اداره المدير العام للجامعة الترابية بالرباط من أجل استئناف حوار ومزارة الحوار على هذه المذكرة وعلى المذكرة المطلبية وعلى رأسها تسوية الوضعية لحامل الشواهد، كذلك الزيادة العامة في الأجور لموظفين وموظفات الجامعة المحلية على مستوى ارتفاع الأسعار والأثمنة ديال مستوى العيش، كذلك نظام أساسي يكون عادل ومنصف ومحفز ذات تكلفة مالية يحتوي على زيادة في الأجور وعلى المنح وعلى ترقية للموظفات والموظفين وعلى الموظفات والموظفين، كذلك نطالب بالتعديل الامتحانات الكفاءة المهنية سواء بالامتحان أو الكفاءة المهنية 6 سنوات بالنسبة للأقدمية و4 سنوات بالنسبة للامتحانات مع حذف الامتحان الشفوي وكذلك الكوطة. فالإخوان احنا مستمرين في النضال، ولكن الإضراب ماشي هو الهدف، وهو وسيلة من أجل فتح حوار جدي ومسؤول واستجابة حقيقية للمطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي الجامعة الترابية على مستوى الوطني. تنفيذا لقرار المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية من بعد المؤتمر الوطني، تنفيذ هذا الشطر الثالث من المحطة النضالية بإضراب بخوض إضراب وطني يوم 26 27 28 داخل القطاع الجامعات الترابية. بالنسبة للجامعة كجامعة وطنية خاضت هذا الإضراب للأسباب التالية: أولا يجب احترام الحرية النقابية داخل الجماعات الترابية، ثانيا فتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة الداخلية، وثالثا وما هو أساسي قبل إخراج هذا النظام الأساسي اللي كنرفضوا المشروع ديالو حاليا، كنطالبوا بنظام أساسي عادل ومنصف لقطاع الجماعات الترابية، وقبل إخراج هذا النظام الأساسي يجب حل جميع الملفات العالقة، ومن بين هذه الملفات العالقة حاملين الشواهد والدبلومات يجب تسوية وضعيتهم داخل السلالم المناسبة لهم، وكذلك تسوية حاملي تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي المراكز الإدارية، ولكي لا ننسى رفع الحيف والظلم على المساعدين التقنيين وجعله داخل جماعة الترابية وجعلهم إسوة بإخوانهم في القطاعات الأخرى.